ما فيش شك ان مصر فيها نماذج رائده في مجال البحث العلمي، عشان كده النهارده هنقدم لحضراتكم نموذج جديد لواحده من الباحثات المصريات الرائدات، دكتوره ايمان عبد الله، اللي عملت دراسه علميه لايجاد مصدر لانتاج الهيدروجين الاخضر من الطحالب. ده عشان نستخدمه كطاقه نظيفه. ايه حكايه هذا البحث؟ وصل لحد فين؟ ازاي هنقدر نستفيد منه في المستقبل؟ كل التفاصيل دي هنتعرف عليها من دكتور ايمان اسماعيل عبد الله، الباحثه باكاديميه البحث العلمي والتكنولوجيا في مجال الطاقه المتجدده. صباح الخير عليكي يا دكتور، منورنا. صباح الخير يا مصر. حضرتك، هو في البداية يعني إنتاج الهيدروجين الأخضر في الفترة الأخيرة عمل طفرة كبيرة في إنتاج الطاقة، لأن إحنا عارفين إن إنتاج الطاقة مرتبط بالمناخ، فعندنا دول صناعية كبرى بتعتمد على الوقود الأحفوري اللي هو الفحم والبترول والغاز الطبيعي عشان أنتج منه في الصناعات، فده كان بيعمل لنا احتباس حراري وبيعمل تلوث، فإحنا كنا في حاجة إلى الهيدروجين الأخضر. فمؤخرا كان في استراتيجيه ان احنا ننتج هيدروجين اخضر بس بننتجه من تحلل الميه، وبالفعل كان في مصنع افتتح مع مؤتمر المناخ، بالتزامن مع مؤتمر المناخ، والمصنع ده كان بينتج الهيدروجين عن طريق ان انا بفصل جزيئات الاكسجين والهيدروجين اللي عندي. احنا بقى يعني في شغلنا احنا من البيولوجي انتجنا هيدروجين بس من الطحالب. جاهزه انت يا دكتور ما شاء الله على طول دخلت في الموضوع على طول. بس خلينا يعني في البدايه كده نعرف الساده المشاهدين، يعني حضرتك شرحتي ازاي الهيدروجين الاخضر بينتج ده بشكل عام، بس واحنا بنسمع عن البحث وطحالب هيدروجين اخضر من طحالب غريبه شويه. ما هو الهيدروجين بصفه عامه عشان انتجه عندي طريقتين، الطريقة الكيميائية والطريقة البيولوجية. الكيميائية والمتعارف عليها واللي يعني موجودة في مصر كتير وفي منطقة العين السخنة، ان انا انتج هيدروجين بالطريقة الكيميائية دي كانت موجودة عندي بالفعل، وطبعا مصدر يعني مفيش اي انبعاث كربوني، ودي طاقة نظيفة بتاعتنا. طاقة نظيفة مفيش اي انبعاثات كربونية. بالنسبة بقى للطحالب فانا بنتجه عن طريق عملية اسمها عملية التخمر، من الطحالب عندي بجفف الطحالب وبعمل عملية فيرمنتيشن للطحالب اللي عندي فبنتج هيدروجين. ميزتها بس ان تسمح لي اسال حضرتك هنا سؤال، اشمعنى الطحالب تحديدا؟ وهل ممكن حاجه تانية من الحيوانات المائيه تحديدا نقدر او الكائنات المائيه تحديدا نقدر ننتج منها الهيدروجين؟ والفكره جت لحضرتك ازاي؟ تمام، هي الطحالب عامه دي مصدر كربوني ممكن استخدم بدلها النباتات، بس الطحالب يعني ارخص حاجه انا ممكن استفاد بيها. الطحالب ممكن تتزرع في المياه المالحه، ممكن ازرعها في الصحراء، ممكن ازرعها في اي مكان، وعندنا لارج سكيل مؤخرا كتير بزرع فيه الطحالب اللي عندي، فدي ارخص حاجه كمصدر كربوني عندي. تمام. ممكن مثلا استخدم الويستز برضو كمصدر كربوني، اي ويستز عندي استخدمه كمصدر كربوني، بس العمر القليل للطحالب. الويست اللي هي الفضلات او المخلفات. بالظبط يا دكتور، بالظبط. اي مصدر عندي ان انا استخدمه كمصدر كربوني للبكتيريا لعمليه الفرمنتيشن. الفكره جت ازاي؟ ان احنا كان عندنا يعني دكتور مصطفى الشيخ، ده نائب رئيس جامعه طنطا السابق، هو كان اول مدرسه للبايو فويل بقى بصفه عامه، انتاج البايو ديزل والبايو ايثانول والحاجات دي كان هو بداها، يعني المدرسه العلميه دي. فبدانا بقى البايو هيدروجين بقى يعني كتعاون بحثي بقى ما بين الجامعات، وكان مجرد بروتوكول والحمد لله توفقنا فيه جدا يعني. الحمد لله والف مبروك طبعا، مبارك لك مره ثانيه. بس ايه الفرق يعني لو هنتكلم عن انتاج الهيدروجين الاخضر من الطحالب؟ هل هي مجرد فكره توسيع نطاق الانتاج للهيدروجين الاخضر، ولا في مزايا مختلفه من انتاج الهيدروجين من الطحالب؟ المزايا في المقام الاول التكلفه. في المقام الاول عندي الميزه الاولى التكلفه. الميزه الثانيه ان انا مش محتاجه مصدر ميه عشان افصله، يعني انا مثلا هستخدم الطحالب اللي زراعتها في مده قليله جدا، وهستخدم اللي هي المياه الصرف الصحي مش طالع منها بكتيريا، انا باخد السلاج دي بعمل بيها عمليه الفيرمنتيشن، فانا كده هستفاد بماء ملوث مع الطحالب وهنتج منه هيدروجين مصدر طاقه نظيف. يعني نقدر نقول زي ريسايكلينج كده، بالظبط، اعاده تدوير، سواء بالزبط. كانت المياه الخاصه بالصرف الصحي، أيوة، او غيرها من الطحالب اللي موجوده اصلا في اي مكان فيه مياه راكده بشكل عام. بالفعل. وحتى انا لو فكرت ان انا ازرع طحالب، يعني لو هي مش موجوده عندي زراعتها سهله، والوقت كمان العمر الايام قليل جدا ان انا ازرع طحالب، وممكن ازرعها في اي مكان. لكن بالنسبه لانتاج الهيدروجين، بس انا عشان ازرع طحالب دي مش هتحتاج سكيلز او هتحتاج اقول مساحات كبيره قوي. عندنا بقى صحر. عندنا صحر، وعندنا يعني خلي كده الصحراء كلها طحالب. عندنا يعني مساحات كبيره في الصحراء، بس مش محتاج يعني الكميه اللي حضرتك متخيله. انا ممكن من 30 جرام فقط للطحالب انتج 3 لتر هيدروجين. لو عملنا مثلا زي مقارنه كده، 1 كيلو جرام من الهيدروجين بيطلع من 9 لتر
من تحلل الميه فتسعة لتر كتير وان انا كمان اعمل تحليه للميه لكن هي 30 جرام تحالب وال30 جرام دول بيتزروا على مساحه قد ايه؟ ما انا برضه عشان اعادلها اعرف انا محتاج مساحات قد ايه. تمام، هو اللتر من لو انا مثلا جبت لتر ميديا مثلا عشان ازرع فيه الطحالب بيطلع لي مثلا حوالي 2 جرام 3 جرام كده. تمام، بس انا بقى يعني انا هنا بستخدم 9 لتر بعد التحليه، اخد بالي ان انا مثلا تحليه الميه بتاخد عندي كمان تكلفه. صحيح. عشان الماء المالح احوله لماء عذب واعمل تقنيه تانية ان انا افصل بيها جزيئات الهيدروجين والاكسجين دي برضه محتاجه تكلفه عاليه. يعني دي محتاجه تكلفه عاليه. يعني طيب بالنسبه للبحث، بحث حضرتك يا دكتور، هل بحث يعني حضرتك قلتي اتناقش بالفعل؟ كانت رساله ماجستير واتناقش، وده طبعا بيبقى فيه كمان عملي، يعني ده اتطبق بالفعل عملي بالزبط. وقدرتي تنتجي ده، تنتجي هيدروجين اكتر من الطحالب، مش مجرد دراسه او بحث علمي فقط. لا، ده هو تم ما بين جامعه طنطا وجامعه اسيوط، اول تعاون بحثي ما بين الجامعات المصريه، وبالفعل رحت اسيوط اقامه شهر هناك وانتجنا الهيدروجين، عملنا ديزاين وطلع عندي هيدروجين واختبرته بالفعل عن طريق اجهزه ان الهيدروجين اللي طالع معايا ده هيدروجين بيور. يعني عملنا تصميم كميات قد ايه بقى؟ الكميه زي ما بقول لحضرتك كده، يعني هو 30 جرام طحالب يطلعوا 3 لتر هيدروجين بيور، ممكن تزيد عندي كمان باختلاف نوع البكتيريا، يعني مثلا كنت بستخدم بكتيريا معينه، لو حد تاني استخدم نوع تاني. خلال البحث حضرتك طلعتي 30 جرام؟ 30 جرام طحالب دي انا بعملها في المعمل، يطلع عندي 3 لتر هيدروجين. طيب اكيد كان في تحديات وعقبات وقفت امام حضرتك في تنفيذ هذا المشروع. ايه هي التحديات اللي انت تغلبتي عليها، وايه التحديات اللي ممكن تكون قدامك؟ يعني نحاول احنا هنا من خلال وجود حضرتك معنا في صباح الخير يا مصر ان احنا نذللها لحضرتك. هي كانت العقبه الاولى بالنسبه ليا ان توافر الجهاز اللي انا اتاكد منه ان الهيدروجين اللي طالع معايا بيور ما كانش متوفر عندنا في جامعه طنطا، وده كان سبب التعاون ان انا اعمل تعاون بحثي ما بين الجامعات، لان الجهاز ده متوفر في جامعه اسيوط. فتوفر الاجهزه بالنسبه للباحثين يعني بيبقى العقبه الاولى بالنسبه لنا، يعني انا مثلا عندي بس من خلال شراكات قدرتوا ان انتوا تحققوا يعني بالظبط، بس يعني مش كل مره يعني هنسفر مثلا باحث لمكان ثاني وياخد اقامه نسفر لكم الجهاز. يعني هياخد وقت كتير. يعني كمان انا منحه علماء الجيل القادم كان معايا فند اصلا من اكاديميه البحث العلمي بيمول المشروع، فكل الفكره ان احنا بنبقى محتاجين ان الجهاز نفسه او الحاجات دي، ودي حاجات بسيطه على فكره تكلفتها بسيطه مقارنه بالحاجات التانيه. طيب لو يعني هنسال حضرتك يا دكتور محتاجه ايه عشان نقدر ان احنا نستغل هذه الدراسه وتطبق على ارض الواقع بشكل اكبر طبعا بشكل موسع؟ يعني بشكل كبير غير المجال العلمي ان احنا نستفيد، احنا نستفيد بالطحالب دي بالزبط. يعني هو اعتقد لو السؤال يا جماعه ان احنا نستفيد بالطحالب دي ونصدر بقى الهيدروجين اللي طالع منها يتحول لمشروع. يعني خلاص يتحول لكيان بقى على ارض الواقع، مش مجرد بحث علمي او يعني كدوله. يعني مبدئيا الاماكن اللي فيها مثلا لارج سكيل طحالب زي مراكز البحوث وكده فيها بالفعل لارج سكيل، احنا ممكن مثلا نتعاون معاهم، عندهم مساحات كبيره من الطحالب، وبعدين نشوف احنا مكان شبهه، يعني مش محتاجين مكان كبير، مكان نزرع طحالب منه والباقي بقى سهل. يعني ان احنا مثلا يبقى عندنا مساحه واسعه من انتاج الطحالب والجهاز اللي انا بتاكد منه والديزاين والتجربه والفكر موجود عندنا كلنا، يعني بالفعل يعني مثلا حد قدر يوصل له اكيد هلاقي ناس تانية معاها يعني الفكره، خاصه في جامعه اسيوط برضو. طيب. اول ناس بقى. هسال حضرتك السؤال بشكل اخر، ازاي نقدر نستفيد من هذا البحث العلمي في المستقبل، وتحديدا احنا خارجين من زخم قمه المناخ وشفنا البروتوكولات والمعاهدات والاتفاقيات اللي تم توقيعها مع صندوق مصر السيادي الخاصه بانتاج الهيدروجين الاخضر، ومصر عندها يعني بنى تحتيه تخليها مؤهله ان هي تكون مركز للهيدروجين الاخضر في المنطقه بشكل عام، واعتقد هو ده اللي خلى حاجه زي امريكا مثلا اللي هي تدعم مصر ب 500 مليون دولار في هذا القطاع كمان تحديدا. ازاي نروح لده؟ نطبقه بقى على ارض الواقع، يعني زي ما قلت لحضرتك نوفر المتطلبات، اوفر مكان ان انا ازرع فيه الطحالب، اوفر مكان يعني اوفر مكان ان اشغل فيه بقى الباحثين في المجال ده، يعني اللي عنده الفكره. المكان ده قد ايه؟ يعني حضرتك متخيله اكيد في دراسه جدوى ولا مجرد بحث؟ لا في دراسه جدوى. المكان ده اللي حضرتك عاوزاه من المفترض اللي هو يكون فين وقد ايه؟ عباره عن ايه بشكل عام؟ بالظبط. فين دي؟ اي مكان، يعني فين دي؟ اي مكان، لان الطحالب بتتزرع زي ما قلت من شويه في مش محتاجه بيئه مناخيه معينه؟ لا، يعني ممكن مثلا انا ازرعها في اي مكان الطحالب، بس احنا مثلا ممكن نوفر يعني مكان مبدئي للمشروع، وهلاقي ان احنا مثلا لو وفرنا يعني على الاقل مساحه ممكن يعني 200 متر هطلع منها انتاجيه كبيره جدا للطحالب.
انا دايما انت عارفه سياده الرئيس دايما بيحب ارقام. فانت قولي انا محتاجه 200 متر هطلع منها كذا لتر يعني بارقام، فتقدري دي عشان تكون دراسه الجدوى يعني وافيه وفيها كل التفاصيل. فهو اللي احنا بنتكلم فيه مساحه قد كذا هطلع منها قد كذا باستخدام تقنيات معينه محتاجه جهاز 1 2 3، فهنا تقدر الدوله تتدخل وتساعد حضرتك في ده. الجهاز الرئيسي لانتاج الهيدروجين محتاج جهاز جي سي 4 جازس عشان اختبر ان الهيدروجين اللي طالع معايا بيور في كل مره، ده الجهاز الرئيسي. محتاج بوند كبير للطحالب، مساحات واسعة. طبعا هي بتختلف، هي زراعة الطحالب بتختلف على حسب الفصول. يعني انا ممكن مثلا اقول لحضرتك دلوقتي ان ال 200 متر يطلعوا مثلا وليكن 100 جرام طحالب، ممكن هو في فصل الشتاء يطلع اكتر. بتختلف من فصل لفصل، فدي ان انا مثلا احسبها بدقة لا. وكده كده احنا المناخ عندنا يعني كويس جدا، فهتطلع كميات رائعة من الطحالب في البيئة اللي هي موجودة فيها لو انا وفرت لها الظروف. بصفة عامة برضو للبحث العلمي احنا محتاجين ان مثلا غيرها ان انا اوفر انواع مثلا معينة حد يشتغل يعني. صحيح. معنى صح. طيب بما ان احنا بنتكلم عن دراسة الجدوى، هل في تكلفة مبدئية حسب دراستك؟ تكلفة مبدئية لإن كان للجهاز أو للمكان لإقامة هذا المشروع، حضرتك قلتي بخلاف طبعا فكرة المساحة المنزرعة بالطحالب. إحنا محتاجين هل يعني في تحديد؟ يعني عارفة الدنيا كلها ممكن تتلم في 2 مليون يعني مش رقم كبير. لا لا مش رقم كبير. لا لا خالص إطلاقا، وهيطلع منه فكرة جميلة جدا كمان. يعني هو التكلفة اللي أنا قلتها دي نصها تقريبا الجهاز أعتقد. نصها الجهاز. طب بالنسبة لدور أكاديمية البحث العلمي، أكيد كان في برضو يعني دعم كبير عشان تقدري توصلي ببحثك إن أنت خلاص خرجتي بنتيجة بالفعل على أرض الواقع. بالظبط، هي الأكاديمية كل سنة أو كل سنتين تحديدا بتعمل منحة لعلماء الجيل القادم، وبتجمع اوائل الخريجين. نعم. وبيشوف المتاح بالنسبه يعني المواضيع اللي الدوله محتاجاها بالفعل وبتعمل لها تمويل. فالاكاديميه وبتعمل كمان لمشاريع التخرج، فعامله يعني دي كيان حرفيا لدعم البحث العلمي على مستوى الجمهوريه. نعم. دكتور ايمان، اي باحث ما بيتوقفش عند الدراسات الاوليه اللي بتظهر له من البحث بتاعه. واعتقد هو ده يعني طبيعه الحال عند اي باحث، اللي هو دايما طماع بيرغب في مزيد من النتائج. ايه خطواتك اللي جايه؟ الخطوات ان انا اتوسع اكتر في انتاج الهيدروجين. يعني انا كان بالنسبه لشغلي انا كنت بعمل كذا معالجه من الطحالب الاول، مثلا طلع لي لتر، فاشوف حاجه تانية تطلع لي اكتر لحد ما وصلت لثلاثه. بعد المناقشه يعني في الايام الحاليه دي جدا عملت دراسه بالفعل في المعمل ان هي تطلع لي اكتر من ثلاثه. فيعني كل مره بنشوف مثلا ايه اللي يزود، ايه الامكانيه اللي انا ممكن اوفرها للطحالب او للانتاج التاني ان هي تزود عندي كمان الانتاجيه اكتر. خاصة لا. ان انا يعني محتاجة الموضوع ده جدا. احنا بالفعل عندنا في مصر تم انتاج الهيدروجين وتصدر، يعني المصنع اشتغل وانضغط في صورة امونيا وتعدت في المواسير الاتحاد الاوروبي، فاحنا شغلنا كل حاجة عندنا بالفعل. فاحنا يعني الدنيا عندنا الموقع في العين السخنة موقع استراتيجي يعني لكل ممتاز. يعني انا عايزة بصدد ان احنا نعدد المصادر لانتاج الهيدروجين الاخضر يعني. طبعا احنا سعداء بحضرتك جدا، ويعني الف مبروك. والحقيقة أنه دايماً بوجود العقول المصرية اللي بتكون مدعومة كمان أنها تقدر أنها تنتج أبحاث وتشتغل على دراسات عديدة بتخرج بنتائج فعلاً على أرض الواقع، ده شيء مهم جداً. ويمكن هو ده وإحنا بنتكلم عن الجمهورية الجديدة ومصر اللي عايزين نشوفها في الفترة اللي جاية، هي قائمة على الاستثمار في البشر، الاستثمار في عقول المصريين. بشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتورة إيمان إسماعيل عبدالله الباحثة بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مجال الطاقة المتجددة. شكرا لك. شكرا.